بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا، برحب بحضراتكم أعزائي طلاب وطالبات التعليم الإلكتروني المدمج. بنكمل مع بعض في المحاضرة ديت الفصل الخاص بمكونات الحاسب الآلي، واتفقنا ان احنا هنتعرض للمكونات الصلبة الداخلية وبعدين المكونات الصلبة الخارجية. اخر حاجة كنا وقفنا عندها في المحاضرة اللي فاتت القرص الصلب الهارد، معلومات مهمة عنه في الصفحتين الجايين. المعلومة الاولى خاصة بتهيئة القرص الصلب، علشان القرص يصبح جاهز، عشان الهارد يبقى جاهز للاستخدام لازم يتم تهيئته، وفي نوعين من التهيئة، تهيئة فيزيائية وتهيئة منطقية. بالنسبة للنوع الاول من التهيئة اللي هي التهيئة الفيزيائية، فيها بنقسم القرص الى عناصره الاساسية، مسارات وقطاعات وسلندرات، وبنحدد بداية ونهاية القطاعات والمسارات، وغالبا اللي بيعمل الموضوع ده المصنع اللي بيصنع الاقراص الصلبة قبل ما يبيع القرص الصلب. في بعد كده التهيئة المنطقية، ودي بتأتي بعد التهيئة الفيزيائية، وبيتم فيها وضع الملفات على القرص مما يتيح لنظم التشغيل زي الدوز والويندوز واللينكس ان هي تتعامل معاه. تعال نشوف اسباب تقسيم القرص الصلب، دي هامة جدا، سؤال مهم. في عندنا ثلاث اسباب. السبب الاول امكانية استخدام اكتر من نظام تشغيل. طب عشان نفهم دي نفهمها ازاي؟ انت لما كان زمان كان عندنا الفريزر بتاع التلاجة كنت بتقعد تخزن فيه، مكانش فيه ديب فريزر، مكانش فيه الأرفف الكتيرة. وجود الأرفف الكتيرة بتديك إمكانية استخدام أكتر من مساحة وأكتر من مكان. كمان بنستخدم المساحة التخزينية الموجودة على القرص الصلب بأفضل شكل ممكن. القرص الصلب ده بشبهه بمكتبة ضخمة بتحط فيه، بتتقسم لأقسام، وكمان تأمين الملفات بشكل أكبر. إيه قصة تأمين الملفات دي؟ دايما يقولك لو عندك ملفات شخصية ما تحطهاش على البارتيشن سي، ما تحطهاش على القسم الرئيسي اللي هو سي اللي هو عليه نظام التشغيل، روح وديها في أي قسم تاني تفاديا لفقد الملفات عند انهيار نظام التشغيل. أما البرامج الجاهزة فيمكن إعادة تثبيتها من الوسائط، يعني لو الويندوز باظ بروح أثبته من أي وسيط وسهلة موجود على الوسائط، أما الملفات الشخصية صعب إن أنا أستردها. بالنسبة في أنواع تانية من وسائط التخزين بتساعد القرص الصلب، أشهرها الفلاشة. دي تتميز بصغر حجمها وسهولة حملها، ولها أشكال تشبه الميدالية. ومميزات الفلاشة انها بتتعامل وبتتثبت على المنفذ بتاع اليو اس بي اللي موجود في الجهاز. في بعد كده من ضمن المكونات الصلبة المنافذ. ايه المنافذ دي؟ دي اماكن توصيل بعض ملحقات الحاسب الخارجية باللوحة الام. عشان نتخيلها، دي فتحات موجودة عندك بتدخل فيها اليو اس بي، ودي بتبقى عبارة عن اسلاك ومسارات جوه يتم من خلالها نقل البيانات والتغذية الكهربية واوامر التحكم. طب نشوف مع بعض صورة المنافذ اللي هي بتربط جميع مكونات الحاسب الداخلية وبطاقات التوسعة بالمعالج والذاكرة. وفي نوعين من النواقل، هما ناقل البيانات اللي بيربط المعالج بالذاكرة، وناقل العناوين وظيفته ارشاد البيانات الى اين تذهب. وسرعة الناقلات اللي هي الكابلات اللي موجودة جوه بتتقاس بالميجا هيرتز. نشوف بعد كده مكون اخر من المكونات الصلبة اللي هو القرص المضغوط السي دي. القرص المضغوط ده قرص ضوئي بيستخدم لتخزين البيانات، وتمت صناعته في الاصل لتخزين الاصوات. والقرص ده بيستخدم الليزر لقراءة البيانات من القرص. يستخدم الليزر لقراءة البيانات من القرص. بالنسبة لمكون تاني اللي هو القرص المرن، ده اندثر استخدامه، هنشوف صورته كمان شوية.
ده احد وسائط التخزين، وشاع استخدامه في الثمانينات والتسعينات، ثم تلاشى استخدامه بظهور السي دي. وده بيتألف من قطع دائرية رفيعة مرنة من مادة مغناطيسية، حافظة بلاستيكية مربعة أو دائرية، والأقراص المرنة بتتقاس الساعة بتاعتها، بتتصنف بالبوصة. يعني كان في منها 5 وربع وفي منها 3 ونص، بس كل الأقراص دي اندثرت لما ظهرت السي دي. بالنسبة لآخر حاجة في المكونات الداخلية، وحدة التغذية الكهربية. وحدة التغذية الكهربية دي من أهم الوحدات في الحاسب، لأن هي اللي بتقوم بالتحكم في تزويد الجهاز بالتيار الكهربي الثابت. لو حصل أي دروب أو حاجة، لا دي بتنظم دخول الكهرباء للجهاز، وبنشوفها لما بنيجي نصلح الكيسة. بنشوف إيه؟ بنشوف الباور دي موجودة متثبتة في الكيس من الداخل. كده يبقى خلصنا الأجزاء الصلبة الداخلية، وبكده يبقى خلصت المحاضرة الثالثة من محاضرات مقدمة الحاسبات الإلكترونية. الحاجات اللي تحتها الخط دي أركز عليها وأنا بذاكر، ومش بطالبك تحفظها حفظ صم، لا، ممكن تعبر بأسلوبك مفيش مشكلة خالص، بس الحاجات اللي تحتها الخط دي غاية في الأهمية والخطورة. بالنسبة للمحاضرة الجاية هنتناول إن شاء الله فيها الأجزاء الصلبة الخارجية. بتمنى لكم حظ سعيد وطيبة، وبتمنى لكم التوفيق في المذاكرة بمشيئة الله. إن شاء الله نتقابل على خير في المحاضرة الجاية. شكرا.